يعني مثلا احنا الان نختلف مع السيد اسامه النجيفي في كثير من الامور، لكن اسامه النجيفي لا يمكن ان انكر ان لدي معلومات ان الايرانيين قد سمموه عندما زار مؤخرا، عندما كان رئيس مجلس نواب زار ايران تم تسميمه هو علاجه في لندن، والقضيه معلومه تماما، ربما يجوز لاول مره تكشف على قناه فضائيه. منو اللي لذلك سممه؟ الايرانيين استدعوه في زياره الى ايران وقدموا له طعاما بالسم، ولو لو يعالج في لندن لمات النجيفي بالسم. شنو الدوافع، دوافع الاغتيال كانت؟ لم دوافع واضحه، لا يريدون شخصيه سنيه قويه تتمسك بحقوق ومطالب المكون السني ولا تتنازل. قبلهم استهدفوا طارق الهاشمي، رافع العيساوي، احمد العلواني الان في السجن، يعني حتى وان اختلفنا. وهذه المعادله تنطبق على الحلبوسي الان؟ لا لا ليش لا، مهم يقول لك انا تم استبعادي؟ مره ثانيه راح اعيد لك تشكيله الكلام. الان الموجودين في العمل السياسي الذين يمثلون المكون السني حاليا في العمليه السياسيه، هؤلاء مرتبطين باجنحه في الاطار التنسيقي. دعني أقولها بصريح العبارة، موظفين عند الإطار التنسيقي. هؤلاء حقيقة حتى وإن أحسن الظن أنهم يريدون المحافظة على المكون السني وباستطاعتهم أن يجلسوا ويتنازلوا فيما بينهم. القوى المرتبطة بهم الإطار لا يسمحون لهم، لأن لو تنازلت السيادة للتقدم الأجنحة المسلحة في الإطار التنسيقي التي تحمي السيادة ستنقلب عليها، وبالتالي سيتم اعتقال جميع قادتها بتهم الإرهاب. وكذلك تقدم لو قدم تنازلات وذهب إلى أنه يتخلى وإن كان هو الأغلبية الموجودة البرلمانية، القوى التي تدعمه وتحافظ على وجوده حقيقة ستستهدفه، وبالتالي سيبقى خالي الوفاق. إذن هؤلاء لا يرتقون حتى أنهم يكونون زعامات. زعامات ذهبت بالاستهداف الأولي. لذلك حقيقة الآن القوى التي تستطيع فرض على إيران، لأن إيران لا تحترم هؤلاء، هؤلاء كما قلت لك مرتبطين حتى بالإطار، الإيرانيين تحركهم من بعيد. لكن إيران عندما تجتمع الدول العربية زائد تركيا وتقول لها أن هذه الأطراف السياسية ينبغي أن تحصل على منصبها